بسم الله. جينا على السيد المدير درنا واحد الشكايه ودابا الناس هاد المره هادي جات 4 مليون وهاد الناس دابا كلهم هنايا 50000 60000 50000 60000 ومني كتجي الشكايه عند المدير تيقول لك يعني هادشي كنا كنجي خلص والناس ما عندهمش هنايا خلصوا اه ودرنا شكايه ودرنا القيد درنا الجندرم وهاد الناس ما داروا معنا والو ما خدامش معنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول ما نبداو هذا الكلام إن شاء الله تعالى أن هاد الوكالة ديال المكتب الوطني الماء والكهرباء أن أصبحت تتعرف واحد سفك الدماء ديال المواطنين أن في هاد الآونة الأخيرة أن أصبحت الناس تيتشكاو بهاد الفاتورة اللي هي أصبحت مرتفعة في جميع في المجال الحضري أو القراوي وتنشكيو الله تعالى بأن هاد الناس يصبحوا أنهم يراعيوا لهاد الناس رانا فقيرين وكاين اللي جلهم تقريبا أرملات نساء أرملات وتيعانيوا مشاكل كثيرة أمراض وعدة مشاكل وصبحوا تيخدموا أنهم تيبذلوا مجهود كبير على ود باش يخلصوا هاد الفاتورة ديال الكهرباء اللي أصبحت الماء والكهرباء اللي أصبحت تعرف واحد الارتفاع كبير بزاف لا في المجال القراوي ولا في المجال الحضاري وتنبازيو حنا بزاف على المجال القراوي اللي هو اساسا حنا ننتميو ليه اللي هو دوار بن العقيد لان راسلنا عده مرات الجهات المعنيه منهم السلطه المحليه قائد المنطقه او ان شاء الله تعالى والي الجهه باننا انه وتنجدو دروك صاحب الجلاله الملك محمد السادس انه يتدخل في هذا الموضوع باش ما بقاش تكرروا عده مرات هذه المسائل هذو وانه يجب على انه الكونترول اللي هو معروف ديال الوكاله ديال المكتب الوطني للكهرباء انه يكونترولي جميع لي كونتور ديال المنطقه وشكرا. اخويا تنطلبوا من هاد الناس الله يرحم الوالدين الله يجازيهم بخير الناس مساكين وتجي 80000 وفاش خدام هاد السيد هذا واش اللي صورها يجيبها ليهم والماكله ما تناكلو حنا 80000 في الشهر ياكلوا هما حشومه هادشي اللي تيديروا الله العظيم لا حقرات تعداو عنا وهادشي اخويا راه لا اله الا الله ما شاء الله حتى الكونتو ما تيجوز ما تنشوفو تيجوز تيقدروا تيعطيو لعباد الله حشومه ها هما ناس عيالات معانا مساكن ها هما ناس عيالات تا هما جايين ومخلات ومخلين تا هما مساكن هكا تجي 60000 80000 منين تجيبها واش تخرج سميتو حشومه لا اله الا الله حنا تنشجو الملك الله يجازيكم بخير احنا اللي جانا نخلصوه يديروا معنا المسائل ديالهم في اطار القانون يعبروا داكشي اللي جا الخاطر ماشي يبداو تيشيلوا على عباد الله حشومه. السلام عليكم. من بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله يجزيكم بخير الله يجزيكم بخير. حنا انا كنهضر على المنطقه ديال سعاده خاصه راه الكونترول ما تيجيش الكونترول ما تنشوفوش ما تيكونتروليش راه غير تيقدروا تيعطيونا. انا تنتفاجئ عندي جوج بولات انا عندي جوج بولات كنتفاجئ ب 310 ديال الدرهم هذا الصباح هذا جيت قالوا لي لا هذا الشيء صحيح هذا الشيء كاين. حنا كنطلبوا الناس المسؤولين الله يجزيهم بخير يكلفوا الناس اللي كونتروليو هذاك الكونترول تيمشي تيجلس في القهوه وتيبدا تيزيد على عباد الله وشكرا. الله يجزيهم بخير الناس اللي مسؤولين يشوفوا من حالنا حنا راه خدامين بشي حاجه قليله ماشي باش يجيبوا لنا واحد الطرف ديال الفلوس والناس غير مساكين كاين اللي جاتو 40000 كاين اللي جاتو 4 المليون كاين اللي جاتو 15 كاين اللي جاتو الناس ما كيجيوش يزوروا بعدا الماكن باش يشوفوا شنو اللي كاين ما كيدوروش عليهم كيقيدوا ويعطيو للناس راه حشومه هادشي بزاف راه حنا على لا لا حنا على قد الحال هادشي اللي كنقولوا الله يجزيهم بخير هادشي اللي كاين هادشي اللي بغينا نقولوا لهم وبغينا نوصلوا لهم الله يجزيهم بخير ما عندناش باش نخلصوا هادشي راه ما عندناش باش نخلصوه يجيو يشوفوا بعدا حالتنا كي دايره عادي يهضروا عادي يصيفطوا لنا حنا هاد الورقه هادي بداو يعطوها لينا نخلصوا 20000 نخلصوا 15000 نخلصوا راه بزاف منين تجي عنده تهضري وتكلمي ويقول لك لا نفرق لك الشهوره اسيدي فاش تفرق لي الشهوره تكيس عليا انا راه على قد الحال راه مسكينه مواطنه مسكينه كاريه كاين اللي كاري كاين اللي ما عندوش كاع كاينه مسكينه اللي مريضه نعسه في فراش وكتجي 40 جا 50 جا 6000 جا 7000 جا وما كاينش منين تجيبها راه ما كاينش منين تجيبها راه الحاله راه كي جاب الله راه حنا عندنا خمسه نفوس كنخدموا عليهم ونجيو نخلصوا حنا 20000 ديال الضو و 40000 راه قاصحه علينا راه بزاف.